حابب تشتري سيارة جديدة من لبنان للسعودية والإمارات بطريقة سهلة؟ بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية؟ اختار سيارتك المفضلة على wheelers.me ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء ونتسهل عليك بعد أكثر. هلأ صار فيك تبعت طلبك فورا أونلاين لنتصل فيك وننصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانياتك. AMB Week مستمرة بأوتوفوكس واليوم عم ضوي اعتراضات أبل. طبعا لما نحكي أبل عم نحكي عن مصنع ألماني عريق جدا بعالم السيارات خاصة معروف كتير بلبنان. مستر توني عبدو معنا مثل العادة لنضوي على الاعتراضات الحلوة اللي عم نشوفها اليوم مع AMB بأوتوفوكس. هاي توني. هاي جورج. أبل أسترا سيدان سيارة للعائلة كمان إكزيكوتيف كار واسعة كتير وشكلها كمان كتير ملفت على الطريق. جمع كتير مواصفات الأبل أسترا. اليوم عم نحكي بسيارة للعائلة كبيرة من أكبر المواصفات السيارات اللي بحجمها من أرخص الأسعار عملانية فيها تكنولوجي كمان من جوا وبنفس الوقت هلا رح نعمل ديل رح يكفي كل هالسيرفيس هيدا بطريقة كتير مهمة لزبوناتنا لنكون عم نفيدهم بشكل كتير كبير هالجمعة. لكن في هات ديل رح نحكي عنه باخر بارت مثل العاده باوتوفوكس معك وعم نشوف بهالوقت هاللوك الحلو ولا الناحيه الخلفيه للاوبل استرا هالمصابيح العريضه حمر مع اللون الابيض. مزبوط جورج. واليوم عم نحكي كمان باللوجو اوبل اللي هو اللايتنج اللي عم بيشكل هو حرف زي مع الانيسيال تبع اوبل او لوجو عمره 120 سنه منا هينه سياره خبره 120 سنه بعالم السيارات. وعم نحكي كمان بتو تون اليوم سبيشال اديشن جاي بالسقف بيانو بلاك واللون الابيض كثير لبق له للشكل الخارجي والاهم من هيك اسود وابيض اكيد النوافذ العريضه على الجوانب وحتى من الناحيه الاماميه راح نشوف راح نلاحظ هالشيء لما ندخل على السياره ننتبه قد ايه فيها شاونت فيجن ممتاز للاوبل اسرع. انتقل معك للداخل على كل حال توني ونحكي اكثر عن ابرز الاوبشنز الموجودين داخل السياره. رح نبلش حديثنا عن داخل توني مع هالبيك سكرين اللي اليوم فعلا واضحة جدا بالسيارة وفيها كل الأوبشنز حتى من الاي سي متحكم فيها بالتاتش سكرين لو هاي. عنا كمان رير فيو كاميرا الكالندر مع كمان نافيجيشن سيستم اللي بدنا ايه موجود بهالسكرين الكبيرة بنص تابلو. اكيد جورج نعتبر انه مثل كأنه هيدي شي تابلت على التابلو. صحيح. هي حجم كبير 10.4 انش عم بيكون مع البلوتوث كمان. اكيد بلوتوث لتقدر سكرين تحكي هاندز فري على التليفون هيك بتكون مركز على اليد. عندك رير فيو كام وايد انجل كمان لحتى تكون عم تشوف بطريقة كتير سيف. عم نحكي تيبترونيك 6 سبيد اكيد ايرباج اي بي اس موجودين بالسياره هيل ستارت اسيست لحتى يكون كمان فيها الفيتشرز كثير مهمين للقياده. كمان في عنا فويس كوماند على الفولان اكيد عم الرقم اللي بدنا اياه بتوصل مع السياره سبيس اللي جوا بالسياره كمان مدروس. عم نحكي نحن بسياره كبيره بالحجم كمان عنا انجن رح نحكي عنه مهم كثير بالنسبه لطرقات لبنان. اوبل استرا سيدان بغنى عن التعريف. صح. نحن اليوم عم نعرف على ايكون بعالم اوبل اللي هي اوبل استرا بموديلين هاتشباك وسيدان. اكيد رح تابع حديثنا معك توني ننتقل نحكي عن الانجن ونوصل للديل ونعرف اليوم شو محضرنا هات اوفر على السياره. تابعين حديثنا اكيد عن الاوبل استرا سيدان وصار وقت نحكي عن الانجن. كنت عم تحكي توني انه محرك السياره ممتاز لطرقات لبنان. اكيد عم نحكي ب 1.4 لتر اللي هو 4 سلندر بس مع تيوربو عم يعطي 140 هورس باور للسياره بهذا الحجم مع خمس ركاب فيها بطرقات لبنان اكيد كثير مهم لل وكنا حكينا عن السيفتي اوريدي عن كل شيء اي بي اس اي بي دي بريك اسيست غير انه حديد اوبل اللي هو موصوف بتعرف دغري بس تفتح باب السياره قد ايه فعلا حديث حديده ممتاز لل السياره وقد ايه عرقت السياره اليوم بالسوق اكثر 120 سنه أكيد. بخبره السيارات شيء واضح اليوم على المحرك وعلى الهيكل. اما هلا بدنا نوصل للديل عن جد فيري 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 بيج ديل على السياره يعني أكيد. ما كنت عارف انه كمان على اوبل عاملينها 0% فايده. مزيد من التفاصيل مع توني نشوف قد ايه عم نوفر على السند واكيد بدفعه السياره. بعد الجولة الشبه شاملة على السيارة بالشكل الخارجي والداخل والأوبشنز اللي حكينا عنهم كتير توني غير انه 0% فايدة بس أكيد. كمان عم نوفر بشكل مخيف طبيعي جورج. اول شيء السيارة عم يكون عليها سبيشال برايس يعني هيدي كبداية عم نحكي عليها بسبيشال برايس. تاني شيء عم نحكي ب 0% فايدة لحتى نوفر تقريبا فوق 6000 دولار تقريبا 6000 دولار مع دفعة اولى عم تكون 29% وتقسيط على 5 سنين. اليوم عم يطلع السند تقريبا بحدود ال 299 دولار بالشهر يعني اول شيء السند كثير مقبول ك 299 دولار على 5 سنين على اوبل استرا سيدان على اوبل بهذا الحجم بلا فايده
دفعوا لها مقبولة، وعم نحكي بالسيارة الألمانية بالسوق بهيدا الحجم. أنا برأيي ما حدا يفوت هالفرصة، كل اللي عم يحضرونا يتوجهوا على صالات عرض أوبل ليقدروا يستفيدوا من هذا الأوفر اللي ما بيمرق دايما. نحن على طلب زبوناتنا بس عملنا اكستنشن هاي الجمعة بأوتو فوكس، لكن 0% انترست على سيارة الأوبل أسترا سيدان اللي معنا اليوم بستوديو. أنا بشكلك توني على وجودك معنا، لقيكم بكرة مثل العادة بسيارة جديدة مشاهدينا، إلى اللقاء. حابب تشتري سيارة جديدة من لبنان، السعودية والإمارات بطريقة سهلة؟ بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية؟ اختار سيارتك المفضلة على wheelers.me ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء ونتسهل عليك بعد أكثر. هلأ صار فيك تبعت طلبك فوراً أونلاين لنتصل فيك وننصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانياتك.